انا ازاي متجوز القمر ده؟ قولي يا فريد، لبس حلو؟ ايه رايك؟ لسه جايباه امبارح. حلو قوي يا روح. اوكي، انت فطرت؟ ايوه حبيبي، وعملت لك التوست والعصير ومستنيينك في المطبخ. اوعى يكون التوست مش مقرمش. عيب عليكي. طبعا مقرمش، بس انت الحقيقه قبل ما ينشف بس. الو، هاي نهله، ازيك؟ عامله ايه؟ ادخل. القهوه بتاعت حضرتك يا باشا. تسلم ايدك يا عم محمد. شكرا يا محمد. اي خدمه تانيه يا باشا؟ تسلم لي. وصلت الشركة حبيبي. صباح الخير. صباح الخير يا مرهة. صباح الخير يا مدام رنا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. مهلا ده؟ اه، وبعت لها حضرتك قلت لي عليه. طيب. بعد شوية عندي ميتنج، هخلص وابعت لك. مش لازم كل تفصيلة تحكيها لي. ها، ركز في شغلك بقى. Have a good day. باي. بونجور يا نهلة. صباح النور. لسه كنت بدعي عليكي في سري. ليه ان شاء الله؟ ما انا جيت على طول اهو. يا بنتي بتكلم على الاوفر الزفت اللي انت عامله لرويده العمر. ايه الاسعار اللي انت حطاها دي؟ سيبك بطفش. بتطفشي ليه؟ ما انت عارفه هاني ان هو مهتم جدا بالديل ده. وهو مهتم ليه؟ مهتم عشان عايز الموز ده. تفتكري انت هتستعبطي؟ يعني انت مش فاهمه يعني؟ معرفش، انا كنت شاكه صراحه في الاول. خليكي كده طفشي. بس هو انا ليه بلاحظ انك دايما بتحبي تبوظي علاقات هاني مع الستات الحلوه؟ نعم، اكيد يعني انا مش بغير على هاني مثلا. امال لو مش كده يبقى ايه؟ لا انت عبيطه ولا ايه يا نهله؟ انت فعلا متخيله ان انا بغير على هاني مثلا؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ انا كل الموضوع اني بتحمق لفيروز عشان هي صاحبتي، وهي اصلا اللي عرفتني على هاني، وهي اللي جابتني الشركه. وانت هنا مش عشان تشتغلي جاسوسه لفيروز على هاني يا رندا. هي اصلا ولا داريه ولا حاسه باي حاجه ومبسوطه وزي الفل. يبقى الصح انك تركزي في شغلك يا رندا. لا هو مش موضوع داريانا، المشكلة إن فيروز عندها ثقة في نفسها رهيبة، ومش ممكن تتخيل إن هاني ده اللي هي اختارته من وسط كل الرجالة اللي حفيوا عليها يطلع بيخونها. هو حيوان قوي بصراحة، يعني واحد يبقى متجوز واحدة زي فيروز، يبص بره، إيه الرجالة دي؟ يا ماما في إيه؟ ما كلنا حلوين. وبعدين كل الرجالة كده مش بس هاني. أحمد جوزي مثلا سليم يعني؟ ما أنتِ عارفة كويس قوي عامل فيا إيه؟ ده فريد جوزي. بصي، قبل ما افتح الفويس نوت هقول لك هو بيقول ايه. حبيبي انا خلصت الميتنج. حبيبي انا خلصت الميتنج. شفتي؟ هيشلني. يا بختك، مفيش حد عاجبه حاله. انا فعلا مش سعيده في حياتي. ليه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. رندا، فين الاوفر بتاع رويده العمري؟ معايا من امبارح. لسه براكم. عملتي ديسكاونت كويس؟ لا ما عملتش ديسكاونت. انا عايزك تعملي ديسكاونت كويس، اعملي اكبر نسبه تقدري عليها. انا عايز الديل ده يخلص في كلمتين، اللي هو تقرا توقع باي روفوار. اوكي. وماله، سهله. يلا انا في مكتبي. طيب اتفضلي، وابقى لم رجلك دي. ماشي، سلام حبيبي. اخباره ايه يا امر؟ كويس. عايز يتجوز تاني يا ستي. يتجوز مين؟ طنط بوسينة بنت عمه، كان بيحبها قبل ما يقابل ماما. طب وما اتجوزهاش ليه من الاول؟ ما هو كل شويه كان بيتجوز. لا بصي بقى، بابا اتجوز على ماما مرتين واتطلق، وجوز اتنين تانيين واتطلق،
ماما كانت ممكن تقبل اي حد لانه عارف ان هيتجوز شويه ويطلق الا طنط بوسعيد، عارفه ان هي كانت الحب الاولي. تهيألي مامتك كانت عايشه حياه كلها سسبنس، مؤامرات وخطط. بس خلي بالك هي الوحيده اللي فضلت على ذمته لحد ما ماتت، كان بيعشقها. بس سبحان الله انت مش طالع لباباك خالص، عكسه تماما، بتحب تلعب على المضمون، بتخاف من التغيير، تقليدي يعني. ايه يا حبيبتي؟ تحب اتجوز عليكي؟ لا طبعا. عموما سيبك انا نازله. الله، نازله فين؟ مش قلنا هنشغل فيلم ونعمل فشار ونسهر سوا؟ لا 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 انا خارجه اشوف فيروز. اشمعنى؟ عادي يعني، هنخرج كده نقعد نرغي في اي حاجه. ايوه، هتروحوا فين يعني؟ فريد يا حبيبي انا بقعد في البيت مخصوص عشان خاطرك، بس انت كمان بيتوتي بزياده، مش كل ما هقولك ان انا خارجه هتقلب لي وشك يعني. طب ما تخرجي معايا، انت قلت لي يلا نخرج قلت لك لا. عشان انت بتخرج غصب عنك يا فريد، ولما بتخرج بيبقى نفسك ترجع البيت، ولو خروجه اتلغت بتبقى في قمه السعاده يعني، بتقفلني من الفكره قبل ما تبتدي اساسا. اخرج معاك لما احس ان انت حابب تخرج معايا، مش بتعمل لي جميله؟ خلاص خلاص. اخرجي زي ما انت عايزه، وانا كمان اشوف حد من اصحابي يروح اي كافيه ولا حاجه. طيب تمام، ايه المشكله؟ لا مفيش مشكله، بس انت خارجه انت وفيروز بس صح؟ هاني مش جاي. انت غريب قوي يا فريد، وايه المشكله لو هاني جاي يعني؟ مش كفايه مستحمله معاكي في الشغل؟ كمان هتخرجي معاه؟ ايه، خارج مع المدام والموظفه بتاعته؟ ايه ده؟ ايه الافكار دي؟ وايه الموظفه بتاعته دي؟ انا مش بتاعت حد. انا اسف حبيبتي، مش قصدي، بس انت عارفه كويس قوي ان هاني سمعته زي الزفت، ما بحبش ان حد يشوفك خارجه معاه حتى لو مع مراته. ماشي يا فهد، عموما اطمن انا خارجه انا وفيروز لوحدنا. يعني انت عايزه تقنعيني فجاه لقيتوه قدامكم كده؟ لا يا فريد والله انا مش عايزه اقنعك باي حاجه، انا بحكي لك اللي حصل. انت بقى عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق براحتك. انا مش قصدي اشكك فيكي، بس برضو من حقي ان انا استغرب، يعني الحاجه الوحيده اللي بوصيكي عليها عليها بتحصل. والله في حاجه في الدنيا اسمها قدر، في حاجه اسمها صدف، وانا ما بحبش حد يحاسبني عن حاجه انا ماليش ذنب فيها، حاجه انا مش مسؤوله عنها. خلاص حبيبتي خلاص، ما تزعليش. خلاص يا فريد، يعني في الاخر انا بغير عليكي، وده بحد ذاته مش المفروض يضايقك ولا ايه؟ خلاص يا فريد اقفل الموضوع، انا هنام تعبان، وابقى ادفع الكريدت كارد بتاعي، هروني مكالمات. كام؟ مش فاكره، بص في الموبايل بعتني مسج. ٣٠٠٠ جنيه؟ التلاجة فيها حاجة غلط، مش عاجبني تبريدها، هي مش لسه في الضمان؟ اه في الضمان. مالك متنشر كده ليه؟ على فكرة أنا اللي المفروض أبقى متضايقة مش أنت. أنت بصيتي على الواتساب بتاعك النهاردة؟ لا ما بصيتش. اشمعنى؟ بصي عليه لو سمحتي عشان في حاجة محتاجة تفسير. أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ ما الأسهل إنك تبصي على الواتساب عشان تعرفي تردي عليا. اوكي طب ايه بقى؟ انت ليه بقى؟
فسري لي الرساله دي. لا قبل ما افسر لك اي حاجه، انت ليه بتفتش في موبايلي؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انك بتشك فيا. مش انت اللي طلبتي مني افتح التليفون ابص على الرساله بتاعت البنك وهو بعت ساعتها؟ حتى لو مش المفروض تفتحها. وبعدين مسج عاديه جدا يا فريد، الراجل بعت لي مسج بيشكر لي فيها عن موقف كويس حصل بيني وبينه امبارح، ايه المشكله؟ اه اللي هو ايه بقى؟ مش هقول يا فريد، مش هقول عشان حاجه ما تخصنيش. لا معلش يا رندا، محتاجك تقولي لي. لانك لما قلتليش هيبقى عندي علامه استفهام كبيره قوي. اي حاجه عزت؟ وصل بوكيه؟ متاكد؟ حطيت فيه كارت؟ شكرا يا معزه، شكرا. ايه يا حبيبي؟ ازاي؟ اه لا ما انا عارفك في الشركه. مشغول يعني؟ طب ايه رايك؟ انت مش في مكتبك ولا ايه؟ لا يا فريد انا مش في مكتبي. طيب ما تدخلي المكتب كده. فريد يا حبيبي مش ممكن اللي انت بتعمله ده، مش طبيعي، انا في شغلي. المفروض ان انت كمان في شغلك، مش طبيعي تكون قاعد تتسلى عليا دلوقتي يا حبيبي. مش وقته. باي باي دلوقتي يا فريد. باي. فظيع، مش ممكن هيقفلني منه بجد. هو غالبا قفلني خلاص فعلا، مش راضي يديني سبيس، بيحاصرني. والله حرام عليكي، فريد ده بيحبك قوي، مش احسن من احمد جوز اللي بشوفه في البيت صدفه. لا مش احسن على فكره، ومش بقول برضو ان احمد صح، بس في حل وسط يعني. يعني انا عايزه افهم ايه الظريف في حياتي مع فريد؟ ايه الانترستنج مثلا؟ ما هو مش حلو ان يبقى كتاب مفتوح قدامه كده طول الوقت وهو كمان نفس الشيء بالنسبه لي، دي مش حاجه حلوه. انا نفسي يديني وقتي، يعني يديني فرصه اقول هو فين مع مين، اغير عليه، احس انه وحشني فابقى عايزه اكلمه. لا هو ما بيدينيش فرصه حتى يوحشني. الو، ايه يا رشروشه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ لا يا حياتي مفيش مشكله، انا عارفه ان كان معاكي ويتنج، مش مشكله. بقولك انا عايزه اشوفك انا ورندا وواحده صاحبتنا. انا ممكن استحمل اي حاجه في الدنيا غير انك تزعلي مني فريد. حبيبي يا فريد، اخذت عليا شكل زفت. انا مش مبسوطه من الجريدز بتاعتك فريد. يا فريد راح فين؟ الو، ايه انت فينك؟ انا في البيت. ميرسي حبيبي على الورد، وسوري يعني اني كنت بايخه معاك شويه وعصبيه، كان عندي مشكله في الشغل بس خلاص. يعني بقولك ايه، ما تيجي نخرج بالليل نروح سينما؟ ايه ده، انت جيت تاني ازاي؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ في الدنيا بجد يا فريد، انا كنت هبقى عبيطه لو ما سمعتش كلامك زمان. حبيبتي انا راجل في كلمتي، اي حرف او كلمه اقولها لازم ابقى قدها. تحبني يا فريد؟ بحبك قوي يا عبير. طب ورندا؟ رندا بحبها، بحبها وما اقدرش اسيبها، وقلت لك مليون مره لو عايزانا بس وعلا مع بعض مالكيش دعوه بحد تاني. فريد عادي يعني، ما هي ضرتي ولازم اجيب سيرتها. وانا مش عايزك تتدخلي في اللي مالكيش فيه. انا بقول البس ده احسن، هيبقى احلى بالنهار. صح؟ صح حبيبي، يبقى حلو عليكي قوي اللون ده. بس والله فيروز دي جميله قوي، يعني تحتفل بينا في بيتها برضه بيبقى وجع دماغ، توضيب وتنظيف وكده. بس ما حدش بيعمل حاجه هو مش حابب يعملها يا حبيبتي، يعني طالما هتعمل كده يبقى هي كمان هتبقى مبسوطه. انا فاهمه، بس برضه يعني مش اي حد ممكن يعمل كده. مالك في ايه؟ بصراحه في موضوع مضايقني كده عايز اكلمك فيه. ايه؟ لما رحت أسوان وكان المفروض أرجع في نفس اليوم، بعدين القضية اتأجلت واضطريت أقعد يومين زيادة، ما حسيتش إنك اتضايقتي، ما حسيتش إنك اهتميتي إن أنا مش موجود، زي ما يكون ما صدقتي أصلاً. فريد أنت حساس قوي يا حبيبي،
بزياده يعني. خلي بالك وانت هناك بعت لي فوق المليون مسج. انت كنت بتبعت لي كل نص ساعه تقريبا. طب انا ارجع اسال عليك امتى؟ اسال عليك في النص؟ يعني اسال عليك كل ربع ساعه؟ مش معقول. في مثل بيقول خس حبه تزيد محبه، عارفه؟ عارفه. انا عن نفسي مش كذاب وهتشوفوا بنفسكم. لا معلش يا جماعه، ثانيه واحده، انا مش فاهمه اي حاجه. يعني يا رندا هانم، لو انا وصلتك بالجهاز ده وسالتك اي سؤال وانتي جاوبتي عليه بالصدق، الجهاز هينور اخضر ويكتب ترو. اما بقى لو جاوبتي كده هينور احمر ويزغرط ويصفر ويقلب الدنيا. يعني ايه ده، لعبه يعني؟ لا يا ست الكل، لعبه ايه؟ اللي قدامك ده جهاز كشف الكذب الحقيقي. طب واحنا هنتكلم كتير ليه؟ مين عنده استعداد يجرب؟ انا ايه حبيبي، جرب انت الاول، لو لقينا الجهاز مظبوط احنا نجرب. والله نهلا عندها حق، انت هتجرب فينا؟ نجرب فيك انت الاول. موافق، نختبر الجهاز الاول ونشوف اذا كان هيقول صح ولا غلط. انا بصراحه مش مقتنع بالهبل ده، يعني فيك وحياه امي ما فيك. انا لو وصلتك بالسنسور ده، هو بيقيس ضربات القلب وضغط الدم وبيعرف اذا كنت انت بتقول الصدق ولا الكذب. يا عم بطل هبد بقى وخلينا نرجع نشوف الفيلم. لا لا، انا حابه نجرب، وانا كمان حابه نجرب، كلنا هنجرب عادي يعني، طالما هنضيع وقت خلاص يعني. هو انت ضدي ليه يا عم هاني؟ طب انا هقول لك على حاجه، ما تيجي نختبر الجهاز وتسالني سؤال كده انا وانت عارفين اجابته كويس قوي، وانا هجاوبك عليه مره صح ومره غلط، ونشوف الجهاز هيقول ايه. ماشي. البيت ده بيت مين؟ ده بيت فيروز وهاني. ها؟ قلتش أنا حاجة؟ أهو زي ما أنتوا شايفين صادق. اسأل بقى مرة تانية. البيت ده بيت مين؟ بيت فريد ورندا. واو، شفتوا بقى؟ أهو قلتش حاجة أنا. طيب هسألك دلوقتي اسمك إيه بس جاوب غلط. ماشي. اسمك إيه؟ هاني. أهو شايفين؟ طب جاوب صح. اسمك إيه؟ اسمي احمد. طب بصوا بقى، ما ندخل في الجد. ايوه بقى، احمد حبيبي، عمرك خنتني؟ عمري ما خنتك. على فكره الجهاز ده بايظ. ليه بس؟ ما احنا جربنا اهو، جوزك مش بيخونك، اتبسطي. طب اقول لكم على حاجه يا جماعه، كفايه كده على احمد، عشان نتاكد من الجهاز ده نجربه في فريد. فريد بالنسبة لي كتاب مفتوح، يعني مفيش مجال إن الجهاز يلخبطنا. ماشي، يلا يا فريد. لا لا، أنا مش عايز ألعب اللعبة دي. اديها لهاني، جرب أنت هاني. هيجرب، كله هيجرب، جرب أنت، مفيش منك خوف يا فريد. يلا هات إيدك. بس تسألي أسئلة سهلة. يا عم انجز بقى، يلا. قولي يا فريد، عمرك خنتني؟ بس تسألي أسئلة سهلة. يا عم انجز بقى، يلا. قولي يا فريد، عمرك خنتني؟ أنا مش عايز ألعب اللعبة دي يا جماعة، بس ما أوبا، أنت بتخلع ولا إيه يا متر؟ شفتي بقى حياتي؟ أحمد، أنا ما أعرفش الجهاز ده حقيقي ولا مش حقيقي، مظبوط ولا مش مظبوط. ما عنديش استعداد إن أنا أغامر في أسئلة حساسة زي اللي المدام بتسألها دي، عشان نلعب ونتسلى. اللي بتعملوه ده غلط يا جماعة. أنا رأيي كده برضه. لا أنا ماليش دعوة بالكلام ده. أنا مصممة إنك تجاوب يا فريد، عشان إجابتك أنت بالذات هي اللي هتبين الجهاز ده مظبوط ولا مش مظبوط. يعني أنا قلت لك لا ما باخدكيش، والجهاز قال كذاب، هتصدقيني أنا؟ أه طبعًا هصدقك أنت. مالك بتبص لي كده ليه يا أحمد؟ طبعًا أنا عارفة جوزي كويس جدًا وواثقة فيه، أكيد مش هشك فيه عشان حتة جهاز يعني. ماشي. طيب بس بشرط، لو أنا هلعب اللعبة دي يبقى كلكم هتجربوها، رجالة وستات. احنا هنجربها، انت الاول وبعديك هاني وبعدين انا وكلنا. يلا اتفضل. بص يا سيدي، هسألك سؤال تجاوبه مرة صح ومرة غلط، اوكي؟ انت بتشتغل ايه؟ محامي. تاني، انت بتشتغل ايه؟ دكتور. واو، في أي ست ثانية في حياتك غيري؟ ما تجاوب. لا. لا الجهاز ده بيهبل على فكرة. قلتلك
طب معلش نسأل تاني ونتأكد. فريد انت بتخوني؟ ما تجاوب يا فريد. لا اوه الهبل ده بقى، انا عندي تليفون مهم اعمله شغل. طيب دورك يا هاني، انا بقى هسألك. عايز تقول ايه يا فريد؟ عايز اقول لك عيب، عيب لما تصدقي لعبه وتكذبي جوزك. طب حط نفسك مكاني، ازاي كل الاسئله اللي انا عارفه اجاباتها الجهاز بيقول على الصح صح والغلط غلط؟ طب واحمد، ما انا وانتي عارفين انه بيخون مراته، ومع ذلك لما قال لا الجهاز قال ترو، ايه بقى؟ لا والله احنا ما نعرفش، مراته هي اللي بتقول، يمكن تكون فاهمه غلط. بجد؟ الجهاز العبيط ده يعرف احمد اكتر من مراته؟ ويعرف عني اكتر ما انتي تعرفيني؟ على العموم لو انتي مصدقه ده يا رندا خلاص ما عنديش حاجه اقولها، غير الله يسامحك. انا بعض ظن اسم، انا راح اصلي العشاء، ادعي لك ربنا يهديكي. وقعدت طول الليل اجرب في الجهاز، ولا مره غلط ولا مره. معنى كده ان احمد مش بيخوني؟ وان فريد بيخوني؟ ما هو بقى موضوع جوزي وجوزك ده هو اللي مشككني في الجهاز. لا ازاي؟ ازاي وفين وامتى؟ فريد مركز معايا جدا وبقيت وقته كله لشغله، يبقى امتى؟ احنا لازم نتاكد، انا وانتي لازم نتاكد. اهدي اللعب ازاي مش فاهم؟ يعني ناخد بالنا اكتر واخفف مجاي هنا شويه. هو ده معنى نهدي اللعب. هو انت مش واخد بالك يا فريد ان انا متجوزاك بقالي 6 سنين في السر؟ ده انا حتى امي واختي ما بيقولوش اسمك على بعضه، ده حتى مهنتك مغيرين فيها حسب تعليمات سيادتك. اعمل ايه تاني؟ عايشه معاك في الضلمه وكاني بعمل حاجه غلط وانا واحده متجوزه وام، وانت بقى جاي دلوقتي تقول لي اهدي اللعب شويه؟ ايوه نهدي اللعب يا عبير. لعب ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ انت جوزي، ابو ابني، ابنك الوحيد يا فريد فوق. اللي معايا ده مش لعب، اللي معايا ده هو جد الجد يا استاذ. اللعب ده معاه هي هناك، انما بيتك اللي فيه ابنك الوحيد اللي هيشيل اسمك من بعدك، البيت اللي فيه الست اللي مضحيه بكل حاجه عشان حضرتك تنعم بحياه مستقره، وكل ذنبي انها عرفتك ابي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا قدامي واحده ما اعرفهاش. جلالك ايه يا عبير؟ فاض بيا، فاض بيا يا فريد، مستحمله وراضيه. اكتر من كده هيبقى ظلم يا فريد. عارف يعني ايه ظلم فريد؟ انا مش شيرع، انا مش شيرع، علشان لما مراتك التانيه تديك كلمتين تجيلي والواد ودك تدفني بالحياه. مراتي ايه؟ مراتي التانيه؟ واضح انك فاهمه غلط. هي مراتي الاولانيه وهتفضل طول عمرها مراتي الاولانيه، ولو ما هديتيش شويه وفرملتي نفسك تبقى هي مراتي الوحيدة. راح فين ده؟ الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح، يمكنك إرسال رسالة صوتية عن طريق. ألو مساء الخير، أنا رندا من الأستاذ فريد، هو موجود في المكتب؟ مشي؟ طب مشي من إمتى؟ من الصبح؟ طيب ميرسي. فريد، فريد، thank you.
انت فين يا فريد؟ ليه تخدني عليك كده؟ انت ازاي بتكلميني في المعدة من غير ما تبعتي لي رسالة؟ وليد في حاجة؟ اولا انا اتصلت عشان انت ما بعتش، ثانيا تليفونك مقفول بقاله 3 ساعات. انت مش عارف انا اتخضيت عليك ازاي؟ بصي بقى يا بنت الناس، وبعدين عن موضوع مراتي تماما، الشخصية العصبية اللي انا قابلتها النهاردة دي لو قابلتها تاني هيبقى اخر يوم ما بيننا. وقفلي دلوقتي وخلينا نتكلم بكرة. سلام. انت ازاي تقفل تليفونك كل ده؟ معلش مخنوق شويه يا رندا. لا والله يعني انا اقعد كل ده حرقه في دمي وفي اعصابي وانت تقول لي مخنوق شويه يا رندا؟ ده الطريقه الجديده دي ان شاء الله. انت حطاني في موقف وحش قوي، بعد كل اللي بعمله عشانك بتكذبيني عشان جهاز عبيط؟ على فكره بقى الجهاز ده مش عبيط، الجهاز ده نهله ساهر طول الليل عشان تثبت ان هو صح، وهو صح، وانت بتخوني يا فريد. وعارف لو اتاكدت من ده هتندم ندم كبير قوي، وهتلعن اليوم اللي اتجوزتني فيه. اتفضل بقى وريني تليفونك. هو الوضع ده هيستمر كتير؟ انت بتشتكي من بدري قوي، احنا ما بقناش 3 ايام. بعدين ده انسب مكان نتقابل فيه عشان حتى لو طبت علينا عادي زبونه. انا واثق ان هي مركزه معايا قوي اليومين دول. انا مش مصدقه ان انت خايف منها قوي كده. انت لازم تفهم ان خوفك ورعبك ده بيجرحني بيعذبني زي ما يكون هي اللي غاليه عندك وانا واحده رخيصه ممكن ترميني في اي لحظه، مع اني انا ام ابنك. ليه مميزها عني قوي كده؟ بالعكس، انت اللي متميزه في كل حاجه. انت عارفه عن وجودها هي؟ لا، انت عارفه كل تفصيله في حياتي. هي في حياه كامله انا عايشه ما تعرفش عنها حاجه. كل ده بقى عشان انت شايفني ضعيفه وما اقدرش اعيش من غيرك، فهرضى باي وضع انت تحطني فيه. لكن هي الهانم طبعا الوضع مختلف، لازم تفضل فاهمه مفيش في القلب غيرها، انما انا حيالله حته واحده عرفت تجيب لك عيل، لكن قلبك وحبك واحترامك كله ليها. انا مصدوم فيك يا عبير، اول خناقه اتخانقها في 6 سنين يبقى ده رد فعلك؟ علشان اول مره احس ان انا فعلا نمره 2، اول مره احس ان لو في اي حاجه مست علاقتك براندا هترميني في الشارع. عارف يا فريد، انت صحيت فيا كرامتي اللي انت مخدرها بقالك 6 سنين يا فريد، 6 سنين. ولا انا ما بضحكش عليك يا عبير، انت كنت عارفه وضعنا من قبل ما نتجوز ووافقتي. جابت تشتكي دلوقتي؟ اه هشتكي، هشتكي لما الاقيك بتدوس عليا عشان تحافظ على مشاعرها. هشتكي، هشتكي واولع الدنيا كمان. فريد انا مش جايه لك هنا تاني، لما تبقى عايز تشوفني تيجي لي بيتي. صورة جوزك ايه بقى؟ منورة على الجروب. توقعي بقى اي حاجه وما تتصدميش. طب اللي هيراقبه ده هيراقبه امتى؟ من بكره. على فكره انت كمان لازم تعملي كده. اعمل ايه؟ امشي ورا حد؟ لا معلش، دي صعبه قوي دي. انا نفسي هعمل كده، ولا هي غلط ولا ايه؟ بصراحه انا ما عنديش الجرأه دي، وبعدين هو لو عارف اكيد هيركبني الغلط، خصوصا لو هو طلع فعلا مش بيخني. ولا هتنزلي صورته؟ ولا هنزل صورته؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ وقلت في اسمه وليد فريد والدي؟ انا جوزي اسمه فريد والدي. على فكرة يعني انت في ايه مخلوقة ليه؟ ممكن يكون تشابه اسماء بس. تشابه اسماء ايه؟ هو اسمه محمد محمود؟ يلا بينا على الإدارة، قومي نتعرف على ابن جوزك. يلا يلا، انتوا لسه قاعدين؟ حبيبي بابا اسمه ايه؟ واحدة بتعرفيه؟ بابا مش طالق. انت بتقولي مش طالق ايه؟ ها؟ ليه حبيبي؟ ليه كده حبيبي بابا؟ واحدة خالده؟ ايوه. الحمد لله على سلامته. احنا اسفين قوي. شكر جدا حضرتك. انا جيت رايحه مكتب الامن لقيت رندا واقفه بره، فجمعت بسرعه ان هي كانت في النادي هي واصحابها، واكيد سمعت اسم وليد الثلاثي في الاذاعه، فحمدت ربنا ان ناصر اخويا كان معايا، قلت له يخش يجيبه ويقول اي حاجه تحس ان هو باباه. مش عارف اشكرك ازاي يا عبير،
الحركه اللي انت عملتيها دي حركه واحده بنت الناس فعلا. واحده تانية كانت سابت الامور تمشي زي ما تمشي ما كنتش هلومك. انا عملت كده علشان بحبك وبحترمك يا فريد، وملتزمه معاك بكل كلمه قلتها لك زمان، بس كمان اتمنى ان انت تلتزم معايا باللي قلتهولي. قلت لي لما والدها هيكبر جوازنا هيبقى في العلن قدام كل الدنيا. بس هو وليد لسه صغير. وانا كنت فاكره برضه كده لحد ما وليد سالني واحنا مروحين هو ليه خاله قال ان هو بابا. ما ينفعش اقول ان بابا هو بابا. وليد قال كده؟ عارف وليد قال كده ليه؟ علشان لما بيبقى عنده اي مناسبه في النادي او في المدرسه انت ما بتجيش. وليد ما بيخرجش معاك في اماكن عامه زيه زي اصحابه وزمايله. وليد لما بيحب يشوفك بيشوفك في الضلمه زيي بالظبط. بس انا فاهمه انا بشوفك في الضلمه ليه، لكن هو مش فاهم وعايز يفهم. بصراحه يا نهله بعد موقف النهارده ده انا حاسه كانها رساله من ربنا. حاسه كانه عايز يقول لي ان شكوكي في جوزي مش في محلها. انت متخيله الصدفه دي؟ متخيله ان طفل يطلع اسمه وليد فريد وجدي وانا اعرف اسمه في نفس الوقت اللي انا بحاول فيه اكشف جوزي؟ لا دي حاجه مش طبيعيه. طب انت بتفكري في ايه طيب؟ بصي بقى انا هكلم رشا دي وهقولها تفكها مني خالص. هقولها تبطل كل اللي هي بتعمله. لا عايزاها تراقبه ولا نيله. انا جوزي بيحبني وبيموت فيا. مش حته جهاز عبيط صيني اهبل زي ده هيخليني اشك فيه. بلاش هبل بقى. يعني تفتكري احمد اكيد بيخوني صح؟ يعني اكيد الجهاز ده اي كلام. انت غريبه قوي والله. انا عمري ما شفت واحده عايزه جوزها يطلع بيخونها بالعافيه. يا بنتي انت عندك بيت واولاد، اعقلي بقى فوقي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عايز تخربي بيتك بالعافيه يعني؟ انت ظالمه جوزك، يعني حرام عليكي. انا هقفل بقى دلوقتي. فريد شكله ايه؟ باي. يلا باي باي يا حبيبتي. انا عمري ما شفت واحده عايزه جوزها يطلع بيخونها بالعافيه. يا بنتي انت عندك بيت واولاد، اعقلي بقى. انا اسفه يا فريد، ما تزعلش مني. انا عارفه ان الفتره الاخيره كنت بتصرف تصرفات بايخه وغبيه، بس والله ده لو ليه سبب هو اني بحب وبغير عليك. اللي حصل معايا ده كان بشع يا رنا. اكتر حاجه تجرح البني ادم الظلم. غصب عني يا فريد، ما انت شفت بنفسك. هو الجهاز الغبي ده اللي عمل فيا كده، قلب لي دماغي. اوعديني ما تعمليش كده تاني. ما تشكيش فيا ابدا ابدا مهما حصل. هو ايه اللي مهما حصل؟ مهما حصل ازاي يعني؟ يعني عايزني اشوفك مثلا قاعد مع واحده تانيه من ورايا واسكت؟ ما هو ده عمره ما هيحصل. ربنا يخليك ليا يا فريد. وابعد عننا العين والشيطانين. انا بحبك قوي. انا بموت فيك. عارف النهارده حصل معايا موقف غريب قوي. ايه حصل ايه؟ يا بنتي والله مش طايقه الشركه من بعدك، بقت كئيبه جدا. عشان كده قلت له هاخد اجازه يومين. طب هو مش بيجيب سيرتي خالص؟ الحقيقه ما جابش سيرتي. معلش بعدين هيعرف. انتي رشا جايه. هاي يا بنات، معلش اتأخرت عليكم. هاي عاملين ايه دلوقتي؟ تمام. رشا انا محتاجاكي قوي. طب ما اكمل قوي. ها وانتي رندا؟ لا انا فكك مني خالص، انا تمام جدا جدا، مبسوطه قوي مع فريد جوزي. طب هو فين دلوقتي؟ هو في شغل. قولي لي يا حبيبتي كنت عايزاني في ايه؟ طيب يا جماعه انا هستأذنكم، هدخل تواليت. اوكي ماشي. على فكره هي مش رايحه الحمام ولا حاجه، هي راحت تشيك على جوزها. في يا عبير؟ انت بقيتي واحده تانيه. مش انت الست اللي انا اتجوزتها؟ انت بقيتي كل يوم بتنكدي عليا ومصممه تخلقي مشاكل ما بيننا. مش حقيقي. انا زي ما انا التزمت معاك بكل كلمه قلتها لي قبل الجواز، وقبلت وصبرت ان انا افضل في الضلمه انا وابني على اساس وعدك ليا اني لما وليد هيكبر هتعلن جوازنا وتقول لمراتك. وانت دلوقتي بتهرب يا فريد.
الو الو الو، مين معايا؟ وليد. الو وليد، انت ابن فريد؟ انا ابن فريد. ايوه. انت عايزه بابي؟ الو عايزة تنزلي صورتي، عايزة تراقبيه، عايزة تزقي عليه واحدة، كل حاجة وأي حاجة أنا موافقة، المهم توصليني لحقيقته. هي مش رندة اتأخرت شوية؟ يا لهوي، يا بنتي ما تركزي معايا شوية. يا ستي مركزة معاكي وهريحك. بس الحقيقة إن رندة اتأخرت. بعدين بصراحة أنا متأكدة إن في حاجة بتحصل. جوزها ده بيعمل حاجات مريبة، صحيح لسه ما مسكتش عليه حاجة ولسه ستيل براقبه. بس لا، أنا متأكدة إن في حاجة غلط. لا بصي، كلمي لي رندة. شوفي لي ايه اللي بيحصل، اصل مش منطقي ابدا تقعد نص ساعه في الحمام. ماشي ماشي، اهدي ثانيه. الو، مين حضرتك؟ فين رندا؟ انا في النادي اصلا، انا جايه حالا، انا جايه حالا. قومي رندا. في ايه؟ في ايه رندا؟ اغمى عليها. اكدب. فين؟ ايوه ايوه، اكدب عليا شويه زي كل مره. اوعي تفتكرني ان انا ساذجه ولا عبيطه. انا كان عندي حسن نيه فيك يا فريد، فكنت بصدق كل الكلام اللي بتقوله، لكن بالنسبة لي دلوقتي وقت الكلام انتهى، مش هستنى غير أفعال. اللهجة دي مش هتنفعك في حاجة يا عبير، بالعكس انت كده هتخرب على روحك. ساعتها الخرابة يا حبيبة هيبقى على الكل، وأعلى مفخلك اركبه يا فريد. فريد، ازيك يا حبيبتي؟ مالك قاعدة في الضلمة كده يا روحي؟ أخبار وليد إيه؟ وليد، وليد مين؟ مش عارف وليد مين؟ وليد ابنك؟ آه. إيه الموضوع؟ ليه يا فريد؟ ليه؟ تعرف ايه زي؟ عبير اللي قالت لك؟ اسمها عبير؟ قولي لي عرفتي ازاي؟ هو ده اللي فارق معاك؟ اللي فارق معاك انا عرفت ازاي؟ مش فارق معاك اني عرفت اصلا؟ مش فارق معاك انا شايفاك ازاي دلوقتي؟ تعرف انا شايفاك ازاي؟ شايفاك حقير. انت ازاي تعمل كده فيا؟ ازاي تعمل كده فيا يا فريد؟ طريق، طريق كنت عمال تحسرني وتخنقني كل لحظة عشان وانت معاها ما اسألش انت فين. والله برافو، برافو عليك. تلاقي الشيطان واقف بيتفرج عليك وبيسقف لك، بيتعلم منك. جديدة والله، والله جديدة يا فريد. سبحان الله، ربنا كبير اللي انت خنتني عشان توصل له. هو اللي كشفك، ابنك. آسف، أنا آسف والله العظيم، غصب عني. أنا طول عمري بحلم بالخلفة، بحلم إن عندي ابن. ربنا ما أرادش إن يكون عندي ابن معاك إنتي. أنا أقسم بالله عمري ما حلمت إن أنا يبقى عندي خلفة من أي حد تاني غيرك. بس هي إرادة ربنا. المبررات العظيمة دي سبب مقنع قوي بصراحة. طب يلا يلا ندخل جوه، يلا ندخل ننام ونعيش حياتنا عادي. ما هو ما حصلش حاجة. كنت طلقني يا اخي، زي ما خدت فرصتك كنت تديني فرصتي. زي ما خدت فرصتك وخلفت من واحده تانيه غيري، كنت سيبني اخد فرصتي واخلف من حد تاني غيرك. مش حقي. بس ازاي ماشيه بالكذب، بالخطط،
كنت صغير قوي فعلا. طلقني. ما كانش ممكن اديله فرصه تانية لانه كذب عليا سنين. فهمني ان وجوده معايا اهم من اي حاجه. وتاري اتجوز وبقى عنده ولد، وحجته ان احنا مش عارفين نخلف منه. ادى لنفسه الحق انه يجرب يخلف من واحده تانية، وكان انا مش فارق معايا اني ابقى ام. كان فاكر ان ربنا مش رايد، بس ربنا اراد. واكتشفت اني حامل اول ما اتطلقت، عشان كده هسافر وهبعد. مش هرجع الا بعد ما اخلف، وده اكبر عقاب ليك يا فريد. عمري ما هرجع لك تاني.